داخل عليا الزاوية بيقول لي فلانة اللي هي بنته قربت تخلص الكلية، وابن حضرتك يعني في أمريكا قرب يخلص الدكتوراه بتاعته، وإحنا مش هنلاقي عريس أحسن من ابنك. منطق اخطب لبنتك يعني. احترمت الفكرة ديت، وبعلمي إن أنا يعني إنها مش هتتحقق، ولكن أنا يعني ما حبيتش أكثر بخاطر حد يعني. حاولت يعني حبيت أمشي القدر زي ما يمشي. صح. لقيت إبراهيم قال لي يا بابا أنا مش هقدر يعني، أنا هصرف نظر عن الموضوع ده لأنه يعني مش مناسب. كان الكلام ده إمتى بالظبط يا مولانا؟ يعني إمتى قال لك أنا هصرف نظر عن هذا الموضوع؟ والله برضه التواريخ دي بالتقريب يعني رايحة من دي من يعني سنين من سنين شهور لا من سنين الكلام ده من سنين في وقت دراستها في الجامعة صح؟ يعني بعد ما آخر سنة في الجامعة. طب هل تعتقد إن ده ممكن يكون عمل رياكشن نفسي عندها مثلا؟ طبعا كانت أنتوا خليتوها بنت آمال معينة لا 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 على شك. علاقة وبعدين لا شك لا شك إن هي يعني كبنت. أنا أقول لحضرتك حاجة، البنت دي أغلب من الغلب، أغلب من الغلب، ومش هي اللي حاطه البوست ده، هو ابوها. يعني هي عاوزه تشيله، وابوها هو اللي ايه هو اللي قائد. ابوها عايش هناك دلوقتي؟ لا عايش هنا في مصر. بس حضرتك قلت علاقتك بيه كويسه وجدتها. ما دلوقتي ما لحد ما انا عرفت بقى حكايه انها كلمته وما فيش، وانا قلت له فلان يعني مفيش نصيب، مفيش بقى ايه نصيب ان احنا نكمل في الموضوع. وهو شال دي اول حاجه يبدا حاله الرفض دي. عملت له مشكله لان هو اللي عنده هو جنون العظمه شويه يعني ازاي يرفضنا. بس ايه فضل يعني يعني يوسف يعني ايه فايه حطاه في قلبه وسكت.